السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 5 من سلسلة تمارين الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. إذا التمرين يقول: حدد معادلة ديكارتية للمستوى Q الموازي للمستوى P والمار من النقطة A في الحالات التالية. إذا لدينا حالتان، إذا تحديد معادلة المستوى Q الموازي ل P والمار من A. إذا لدينا معادلة المستوى P، إذا نستخرج من معادلة المستوى P متجهة منظمية على المستوى P، وبالتالي المتجهة المنظمية هي المتجهة N، الإحداثية ديالها، إذا عندنا هنا الإحداثية ديالها هما المعاملات ديال X و Y و Z، إذا عندنا هنا جوج X يعني جوج، عندنا ناقص إيكغريك يعني ناقص واحد إيكغريك، إذا ناقص واحد، والأنسب عندنا واحد زد يعني واحد، إذا أن متجهة منظمية على المستوى بي. بما أن المستوى بي يوازي المستوى يعني مستوى P والمستوى Q متوازيان، ماذا يعني؟ يعني أن المتجهة N هي كذلك منظمية على المستوى Q، فإن N متجهة منظمية على المستوى Q اللي حنا كنقلبوا على المعادلة ديالو. ما معنى متجهة منظمية على هذا المستوى؟ يعني كيمكن لي نكتب المعادلة ديال كي بهذا الشكل، هذا كي نقطتان، اذا عندنا جوج اكس ناقص واحد يغريك اللي هي ناقص يغريك زائد واحد زد اللي هي زد زائد دي، اذا جوج ناقص واحد واحد هي احداثيات المتجهه المنظميه، اذا بقى لي نحدد يغريك او دي. إذا اللي تحدد دي فبسهولة يمكن لي نحددها، إذا أ تنتمي إلى كي، ماذا يعني هذا؟ يعني أن إحداثية أ تحقق المعادلة كي، إذا جوج إكس أ ناقص إيكغريك أ زائد زد أ زائد دي تساوي صفر، إذا كنعوضو إكس أ و إيكغريك أ و زد أ بإحداثية النقطة أ. إذن جوج مضروبة في ماذا؟ في ثلاثة ناقص إيكغريك أ اللي هي ناقص ناقص، إذن ناقص ناقص واحد زائد زد أ اللي هي صفر زائد دي تساوي صفر، إذن هذه المعادلة تكافئ ماذا؟ جوج في ثلاثة هي ستة، ناقص ناقص يعني زائد واحد زائد دي تساوي صفر، إذن دي زائد سبعة تساوي صفر، وبالتالي زائد سبعة كنحولها للطرف الثاني للمعادلة كترجع ناقص سبعة، إذن معادلة كي تكسب على هذا الشكل، إذن جوج إكس ناقص إيكغريك زائد زد ناقص سبعة القيمة ديال دي تساوي صفر. الآن الحالة الثانية بنفس الطريقة سنحدد معادلة المستوى كيو، إذن لدينا N اسمها N إشارة، إذن N إشارة متجهة منظمية على المستوى P، يعني الإحداثية ديالها غادي تكون هي عندنا هنا واحد إكس إذن واحد، عندنا جوج إيكغريك إذن جوج، وعندنا ثلاثة زد يعني الأنسب هو ثلاثة، إذن إن بريم متجهة منظمية على المستوى بي. بما أن بي يوازي كي فإن
فإن ان بريم متجهة منضمية على كي كذلك، وبالتالي المعادلة ديال كي تكتب على هذا الشكل. إذن ان بريم متجهة منضمية، إذن المعادلة ديالو هي واحد إكس يعني إكس زائد جوج إيكغيك يعني زائد ثلاثة زد زائد دي تساوي صفر. إذن كيبقى لي نحدد دي. إذن لدينا أ تنتمي إلى كي، ماذا يعني؟ يعني أن إحداثيات أ تحقق المعادلة. إذن إكس أ زائد جوج إيكغيك أ زائد ثلاثة زد أ زائد دي تساوي صفر. إذن هذه المعادلة تكافئ ماذا؟ كنعوضو دابا الإحداثية ديال أ. إذن الأفصل هو جذر جوج، والأرتب هو إذن زائد جوج مضروبة في ناقص جوج زائد ثلاثة مضروبة في الأنسب اللي هو خمسة زائد دي تساوي صفر. إذن بسطو الكتابة ديالنا، إذن زائد جذر جوج، جوج مضروبة في ناقص جوج هي ناقص أربعة، ثلاثة في خمسة هي خمستاش، زائد دي تساوي صفر. إذن هذه المعادلة تكافئ ماذا؟ إذن جذر جوج ناقص خمسة زائد ربعتاش يعني زائد حداش تساوي دي، أو زائد دي تساوي صفر. إذن هذا العدد غنحوله للطرف الثاني ديال المعادلة. إذن غيرجع لنا دي تساوي ناقص 11 ناقص جذر جوج، وبالتالي معادلة المستوى Q تكتب على هذا الشكل: X زائد جوج Y زائد 3 Z ناقص 11 ناقص جذر جوج تساوي صفر.